لماذا معبر الرؤى لا يردون على هواتفهم؟ طبع الشيخ لقد وقع في حراج. الحمد لله الذي لأن أذاني تصب ما بكذا معبر. مو معقول يا شيخ، ذا شو اللي حاسك عليه بالمكتب اللي هناك؟ أبو حنك يصب يدقن عليه مشغول بس نوري يعبر لي. والله شوف يعني المسألة واضحة، ترى المؤول شخص واحد وروح عنده 24 ساعة، هل 24 ساعة مقسمة على ماذا؟ نضرب مثل، إن كل رؤية تحتاج 3 دقائق واتصل عليه في اليوم 100 شخص، طيب 100 شخص يحتاجون كم؟ 300 دقيقة. 300 دقيقة كم تكون ساعة؟ 5 ساعات. وش بقي يا جبل النوم والأكل والشرب؟ إذا كنا نطلق نقول 100 شخص فقط، المملكة العربية السعودية كم فيها من شخص؟ كم فيها من شخص يرى؟ نضرب مثلاً 1,000,000 فقط اللي يرون رؤية والباقي ما يرون رؤية. طيب الذين يتصلون من خارج المملكة من دول الخليج من الدول العربية أيضاً يسألون كم عندنا من أول 1,000,000,000؟ المسألة صعبة، ما يستطيع أن يستحمل كثرة المتصلين. وأيضاً ترى الحين بعذرهم يدخل المطعم يصيد واحد يسلم رؤية، يروح الحديقة يصيدونه يسلم رؤية، السوق يسأل منها رؤية، بالمسجد واحد يترسل له ورا يحتري يقضي عشان يسلم رؤية، يروح عذره يا أخي يسأل طاقة. فأحيانا يصير الإنسان عنده يعني مرحلة إنه يعني يحد شعاره من كثر ما يسأل عن الله، فطبيعي جدا الإنسان يصل لمرحلة الملل والطفش مع كثرة الاتصالات. ولا أخفيكم إنه ما أعطيكم بس يعني قصة حتى تصدقون المسألة، تراها أكبر من أن تتصورونها. امرأة حاطة قدام رأسها دفتر أبومية وكل ما قامت تكتب، وما شاء الله تبارك الله ما ترى إلا بالجملة. تحسب تسأل عن رؤية رؤيتين أو رؤية رؤيتين، ما تسأل إلا عن 10 7 6، متى شافتها ذي؟ فهذه تحتاج مفسر الحالة. يعني أعطيكم مثل، والله شفت المسألة ما فيها مراعاة أبدا، ما فيها مراعاة أبدا. يعني يتصلون الساعة 2 قبل كم أسبوع، أو قبل كم 3 أسابيع أو 3 أسابيع، الساعة 2:30 شال الجوال، الساعة 2:30 يعني بغرقة النوم مثل ما يقول واحد بالشخرة العاشرة، وفاجأ قومتي على الجوال خشية أن يكون الاتصال من بيتي الثاني في إشكالية وكذا. والله إن السؤال مباشرة يا شيخ بسأل عن رؤية، رجع الساعة 2:30 بتسأل عن رؤية. قلت يا أختي هذا وقت السؤال، قلت طيب أجل متى أسألك يا أخي؟ يعني ما أقول إلى هذه الدرجة. والله أني حسبت إحدى المتصلات، والله ما أبالغ، أنا من الساعة 12:30 الليل إلى غد، إلى الغد الساعة تقريبا 9 الصباح، والله أنه 65 اتصال و25 رسالة. ليش ما ترد؟ ما تخاف الله؟ ما ترد؟ سبحان الله. حول علي يا شيخ. تسمع شيخ شوي، معليش شيخ، والله يا أخوان معليش، أنا مرة يا أخوان سافرت مع الشيخ زين، صدقوني يا أخوان طلعنا أنا وياه من الرياض ما شفته إلا بالغاط. وحده والله يا إخواننا وحده، والله أنا من أول أدق عليه الحين عذرت وبديت أدقت عليه يلا يلا أعطي الرؤية، يمكن فوق 30 رؤية. قلت شكله ذي بخلوقتي المنام ذي بوسط منام نيمة إلى الحين شكله نيمة. الله يا إخوان قسم يوم 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 وصلنا طلعت الغاط ولا يلتفت علي قال تبي نوتر. يا الله. طبعا من المواقف الطريفة لي أنا مع الشيخ، إن سمح للشيخ، حجينا قبل كم سنة وكان الشيخ هو رئيس أسرتنا، فكنا نحضر بالليل إنه من اللي ما جاب الفراش والشنطة علشان ندق عليه جبهن بسرعة بنقفل الباص المشي الفجر. فقلت للشيخ نتصل عليه يا شيخ، قال إيه اللي ما جاء اتصل عليه، أنا جوال ذي كل يوم مقطوع. قلت له شيخ أنا مقطوع جوال، قال بعطيك جوال بس ترك أنت المسؤول. قلت له ما يخالف، ما رفتح الجوال
والذي لا إله إلا هو، إني ما يمدينا أكمل دقة الرقم لران، ومن أصبر أعطي خيارات، ومن راح بكمل ومن يرد ومن أصبر. قال الشيخ رد ألو نعم الشيخ حاج بيجي بعد 7 أيام ألو نعم، مرقب للجوال مجنون.